السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور أنتي رعفيفة بنت محمد رحيم. الآن هيا سنتحدث عن الحب. طيب، ما معنى الحب الحقيقي؟ قد يكون الحب الحقيقي نازيا هو الصادق من أعظم التجارب التي مر العاشقون بها، والتي قد لا يكتفي منها أي منهم، فهو أحساس عظيم يسيطر على الكيان وينقل صاحبه من عالم مظلم إلى عالم مليء بالأضواء والشموع. وهو يعني الألفات المودة والمتلقات اتجاه الطرف الآخر التي تجعل صاحبها غير قادر على إزاؤه بأي شكل. علامات الحب الحقيقي: هناك العديد من العلامات الواضحة التي تشير إلى مشاعر الحب الصادقة وتترجمها للطرف الآخر بعفوية، ومنها ما يأتي: إشارات الجسد العفوية تعبر بعض الحركات والإيماءات الجسدية عن سلسلة من المشاعر القوية، وعاطفة الحب الصادقة التي تسكن المرء، منها ما يأتي التواصل غير اللفظي من خلال نظرات العيون البريئة بلطف ورقة، والتحديق في الشريك بشكل جذاب يعبر عن الاهتمام ويخافي، والرآه مشاعر واضحة تكاد تنطق بها العين السعيدة التي ترسم على وجه المرء، والتي تتمثل بالابتسامة التي لا تختفي عند وجود الطرف الآخر في المكان. طيب، بل يقدم سعادته ورفاهيته على نفسه، ويرى منه سببا لشعوره بالإيمان والاستقرار والراحة النفسية، وتمتد لها جذور راسخة تنام في قلوبهم وتجعلها تفيد بالحب والعطف والمودة دائما. طيب، يعني وضحك معه بشكل لطيف وإلقاء الدعابات أو مجاملات لطيفة، وضحك على نكته، وجمع أكبر سر ممكن بهجة، وفريحة الذي بالشعر به الشخص عند روايته والالتقاء به. التركيز على الحبيب والرغبة والواضحة في مجالسته والبقاء إلى جانبه والجلوس بجوره بشكل متعمد، أو اختيار الوقوف على مقربة منه بدلا من أي شخص آخر، إضافة للمساة الوادية والعفوية التي تشير إلى الانجذاب الوادي له.